للمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي. أستاذ بلال بعد التحية، كيف تثمن قرار رئيس الوزراء اليوم باستمرار متابعة الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة بمختلف المواد المصرية وأيضا تأثير هذا على الاقتصاد المصري؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين يا فندم. في البداية هو قرار جه في توقيت مهم جدا ومناسب جدا لرفع المعاناة عن الكاهل الشعب المصري. الفترة السابقة كان هناك الدولة كانت بتعاني من خلل هيكلي في ميزان مدفوعاتها بشكل كبير، كان هناك شح في العملة الأجنبية بشكل كبير. النهاردة خلاص المبرر ده انتفى الغرض منه، مبقاش ما يقدرش التاجر يقول لي اني انا عندي مشكلة في تدبير الموارد الدولارية علشان اقدر استورد او اجيب رسالة من بره استيرادية. النهاردة البنوك الموجودة في القطاع المصرفي المصري بتقدر تدبر في المستوردين، بدليل النهاردة ان تم الافراج عن حوالي 2.8 مليار دولار شحنات كانت موجودة في المواد المصرية، وفي حوالي 1.8 مليار دولار برضو نقدر نقول بضائع جاهزة للإفراج، ولكن هناك تقاعس من بعض التجار. شايف الدولار عمال بينزل في البنوك، النهاردة وصل إلى ما دون 47، هو حوالي 46 جنيه النهاردة. فبالتالي الوضع كان في السوق المصري فترة سابقة أنه كان يتم التسعير بناء على السوق الغير رسمي أو السوق الموازي، شفنا أسعار كان كل منتج للسلعة وكل مستورد للسلعة معينة كان بيسعر السلعة بالدولار وبعد كده يجيب المعادل بتاعها عند حاجز 60 جنيه 65 جنيه، في ناس كانت بتسعر ب 70 جنيه. طيب النهارده الدولار وصل في البنوك النهارده حوالي 46 جنيه، فبالتالي نقدر نقول من 65 ل 46 جنيه، يعني حوالي انخفاض 41% في سعر الدولار قصاد الجنيه. من هنا بتاتي مطالبه السيد رئيس الوزراء بعمليه الخفض لاسعار السلع من 15 ل 20%، مطالبه معقوله في هذا التوقيت. بشكرك الاستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي على المداخله وما قدمته معنا من وجهه نظر.